السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى أن الجميع بخير. معكم قناة التنظيم والطبخ مع شادية، عدت لكم من جديد حسب الطلب متاعكم في تنويع والأنواع برشا سلطات صيفية والرمضان. سلطة هذه سلطة البتنجيل، اليوم كما عودتكم سلطة راقية، سلطة سريعة وخاصة أنها صحية، تتحضر في ساعة في ساعة، مكونات بسيطة عند كل دار تنجم تعملها طبق هذايا. السلطة رقم واحد باش نعمل سلطة بتنجيل بطريقة سهلة وبسيطة ومغذية. عنا البتنجيل هو قسمناه على 2، كان القعبة كبيرة وعلى معناها واحدة بركة كان القعبة صغيرة. هذا تنجموا حاجتين عندكم، يتحطوا في الفور وعليه كي تزيت زيتونة، ولا أحسن باش تفوروه. أنا باش نعملو نفور، دونك نفور البتنجيل متاعي وبعد نرجو نعملو سلايطة البنينة الصيفية. كما تشوفوا حطيت البيتنجيل متاعي يتفور، تنجموا تستعملوا انتم كان عندكم الكسكيس ولا حتى الخاصه بالبخار كان عندكم. قلت تنجموا تحطوهم في الفور، اما هكا في الصيف يجيو ابن، خاطر في الفور يجيوكم شايحين شوي هكا ابن. نقول لكم على ضمانتي السلطه نتاع البيتنجيل تجي مفوره ابن. دونك لهنا عندنا معدنوس وطماطم والبصل، هذوما هما باش نقصوهم باش نستعملوهم للسلطه نتاع البيتنجيل نتاعنا. حنو نعملو دي جوليان هكايا ابوبخي هكا بس الطماطم نجيبو السلايطة نتاعنا ونبداو نخدمو فيها. هنا خدينا الهريسة، تحبو هريسة عربي ولا هريسة حوك كيما تحبو، باش نفوحوها قارص. شوية تابل وكروية، وشوية ملح. احنا ما عملناش الملح في البيتنجيل المره الاولى، وبيان سور باش نزيدوها زيت الزيتونه. تو كيفاش باش نعملو لهنا؟ خدينا وحدين حطيناهم للزينه، والباقي قسمناه هكايا، قسمنا مع كعبه طماطم باش نزيدو شوية بصل وشوية معدنوس شوية حبق، قصو هاك الحبق ما يتقصش بالسكينة، قص هاك. باش نزيدو دونك لهنا عملنا، نعاود لكم، عملنا البيتنجيل ومعه الحبق ومعه المعدنوس ومعه البصل، فوحناه بالهريسة هذيك اللي عملناها، هذي اللي باش نصبوها من فوق بعض، خلطو بالقدا بالقدا. نزينو الصحن نتاعنا توا ونزيد معنا اضافات اخرى.
تنجموا تحطوا كيما تحبوا. توا باش نزينوا الصحن نتاعنا باش ناخذوا الفراغات هذوكم ونعبيوهم نحاولوا نستويوهم. بعد ما حطينا هذا حطينا الطماطم خليط هذا اللي كان نقلي زيت الزيتون البصل اللي قعدنا نرشوه بالقدا بالقدا مع الموس اللمسة الأخيرة متاعنا كملوا نزينوها بشوية زيتون ونوريه لكم. هذه هي سلايتتنا مغذية مشهية صيفية كما تشوفون. عملناه جبن تنجموا تعملوا طن تنجموا تضيفوها طريف دجاج كما تحبوا. قدمناها هكايا انا عملت معها شوية الدجاج هكا كل واحد كي ياكل هكا يحافظ على صحته ويحافظ على ميزانيته زاد خاطر حاجه اقتصاديه. البتنجيل رخيص نجم تقدمه بشكل مزيان وشوك شكل مغذي نجم هذا حتى تعملوا دي ساندويتش تعمل جبن وتعمل هذا كل دي ساندويتش حاجه معناها مختلفه اما حاجه راقيه. إن شاء الله نتلقاو في حلقة أخرى وتبارة أخرى.